السلام عليكم إخواني أخواتي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة يوميات سلوى بانوراما. بالنسبة لي أنا مازال في البادية، والناس اللي تيقولوا بأنني مقصرة من جهتهم، أنا راني ما عنديش هنايا الإرسال قوي، وتسناوني حتى نرجع للبيت ديالي اللي كاين في مدينة. والآن أنا ما عندي كي ندير لكم، وسمحوا لي بزاف 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 لاني ما تنقدرش نرد على التعاليق ديالكم. ومن غنرجع ان شاء الله كل واحد فيكم ومتبعني وتيبغيني من قلبه غنرد عليه ويكون خير ان شاء الله. انا دابا في العروبية في البادية، بقيت هنا في المنزل ديالنا، بما ان الطرقات صعيب التنقل لان المدينه اللي انا عايشه فيها بعيده بزاف على الباديه ديالنا. وباش نوصل تما، والمدينه بالخصوص اللي انا ساكنه فيها فيها حاصروها لان فيها حالات المصابين ديال كورونا، الله يشافيهم يا ربي ويحمينا جميع يا ربي من هذا الوباء ويبعدوا علينا. هنا في البادية احنا عندنا المنازل هنايا متباعدة، كل واحد ساكن في جهة، والحمد لله المناخ هنايا حار جدا والناس واعيين بهذا المرض هذا، ما كاينش واحد التواصل بيناتهم. السلام تيكون غير باليد وما تيكونش بالوجه، وحتى الاعراس ديالهم راني حطيت واحد العرس في الفيديوهات اللي سبقت، كانوا الناس قلالين وكانت غير العائلة، وكانوا متفرقين وبعادين على بعضياتهم، يعني كل أسرة كانت جالسة بوحدها وما كانش واحد الاحتكاك بين الناس. وانا في البادية هذه كاين مناظر كثيرة جميلة جميلة، وخصوص الواد اللي نصوره لكم كل مرة فيه ما يتشاف. لذلك انا كل مره تنبغي الواحد باش يتمتع ويشاهد هاد الفيديوهات هادي اللي حنايا عندنا وما تنصوروهمش، تلقاو بان في اماكن اخرى ما عندهمش هاد المناظر وهاد هاد النعمه اللي عطاها لنا الله ديال الواد وديال الاشجار وديال الاعشاب الطبيعيه، ما كاينينش في اماكن اخرى، حنا عندنا، علاش ما نوريهمش؟ بالخصوص هذا المكان هذا، لانه من هنا 3 سنين غتغير غيتغير جذريا، ما غيبقاش بحال هكا، لان غيتقام عليه واحد السد اللي سميتو سد ولاد عبو هنا في تاونات، وغتغير المعالم ديالو كامله. وبغيت نخلي هاد الفيديوهات كشاهد على هاد المنطقه باش الناس اللي عاشوا هنايا يبقاو يتذكروا بهاد الفيديوهات هاد المكان كي كان، لان غيتقام فيه واحد السد كما علمتكم، وغير حلو الناس من هنا ومن بعد غيرجعوهم، اللي مثلا بعادين على السد وداكشي غيرجعوهم، واللي مثلا جاو في المنطقه ديال السد هادوك غيعوضوهم وغيمشيو يسكنوا في مناطق اخرى بعيده ولا مجاورة. المكان اللي تتشوفوه الزرق هذيك راه الواد، تما تيمارسو الناس الهواية ديال السباحة، كاين اللي تي يغطس، كاين اللي تي يصيد، كاين كل واحد وشنو تيدير تما، هذاك هو المتنفس الوحيد لأهل القبيلة والمناطق المجاورة. بعد ما غلقوا عليهم واحد المكان كانوا تيمشيو ليه سميتو بو عادل بالقرب من تاونات، دابا راه مسدود ما تيدخل ليه حتى شي حد، والاغلبيه ديال هنايا الفتيان ديال القبيله تيتجهوا لهاد الواد الغرغور. وكما تلاحظوا انا راه في الخلفيه ديال المنزل ديال الجد ديالي، دابا راني تلقط هنايا النبق، لقيت واحد السدره حلوه وخدامه تنجمع باش من كون غادا عوالة للدار راني جامعة شي حاجة الزيارة، نباق الزعتر فليو كل مرة شنو. ومعايا دائما رفيق الدرب ديالي الابن الاخ ديالي، وانا دابا تنصور لكم الواد من جميع الجهات. تنتمنى منكم
أن تقوموا بتشجيعي وأن ينال هذا الفيديو إعجابكم. وأنا قدمت دابا الجزء الثاني ومازال غنقدم لكم الجزء الثالث والرابع، ولكن كل مرة غنصور من جهة. وإذا أعجبكم فيديو ما عليكم إلا الاشتراك في القناة وتفعيل رنة الجرس، ولا تنسوا وضع بصمة الإعجاب. ولكم مني كل الاحترام والتقدير. يوميات سلوى بانوراما، مشاهدة ممتعة. هذه هي قبيلة هوارة. يلا طلع طلع وانا نتبعك. طلع انشور انتبع طلع وانا نتبعك. طلع مجور فيدك الانتفاع. دابا انا في الموقع ديال دار جدي وتنصور لكم هاد المناظر. هادي تكون الشتا تيكون واحد الواد هنايا، هاد الواد هذا تيكون واد شتوي وداروا ليه واحد الجسر لهيه باش الناس يقطعوا من بلاصه لبلاصه. وهذه هي اللور ديال دار جدي. كما كانت مناظر جميله غنصورها. المنطقة اللي تقولوا لها المغارة، هما كلهم قبائل هو واللي هي الدلالوة. والدراري راجعين يسقيو الماء. من بعد ما عاموا في الواد هما دايزين غادي للمنازل ديالهم وسقاو الماء على البغال وغاديين. واد الوحده هادي اللي متسلقه في الحجر اللي على الحوار تسمى بالكفار، تيصلح في لا فارماسي في الصيدليات وفي الطبخ طبعا. تبارك الله شحال ديال النبق هنايا محتت حيت كانت العاصفه، وهذا المكان هذا ما تيوصلو حتى شي حد. شوفوا شحال ديال النبق طايح هنا، غنشوفوا واش حلو. الا كان حلو غنجمعو نجمع شي شويه. هنا الاسفل شو كي داير، وهي كاين النهر خطير. هذا المكان اللي تيحس بالرهاب ولا هذا ديال الاعالي يقدر يدوخ ويطيح عاليه بزاف. وهذا هو الحمام اللي قلت لكم تيطير، راه هو عايش هنا. ما شاء الله ومن غيديروا السد هنايا غيتشهر اكثر واكثر، لان هاد دابا عندها شهره محليه ومن بعد غترجع عندها شهره وطنيه ان شاء الله. يا ذكرياتي يا ذكرياتي. هنا فين كنا تنقضيو العطل ديالنا الصيفيه مع أبي رحمة الله عليه. والواد غادي طبعا مع الحجر مع الحجر مع الحجر غادي حتى تيكب في واد اللبن.
بحال بزاف.